هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري. يسعدني أن يكون معي الأستاذ محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. الأحداث متسارعة وردود الفعل أيضا تتسارع معها. برأيك حتى اللحظة التي نتحدث بها، كيف تقيم المواقف وعلى رأسها بالطبع المواقف المصرية؟ بالتأكيد المواقف المصرية هي مواقف ثابتة منذ بداية التصعيد الجاري في 7 أكتوبر. الموقف المصري أكد على ثوابت الاستراتيجية المصرية والرؤية المصرية للسياسة الخارجية وفقا لمحددات الأمن القومي المصري، أهمها بالطبع القضية الفلسطينية التي احتلت مكانة متقدمة للغاية على أجندة الإدارة المصرية والدولة المصرية منذ 2014 وحتى الآن. الرؤية المصرية أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري في لقاءاتهم المتعددة مع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل مكثف. نرى أن مثلا منذ 7 أكتوبر الجاري وحتى الآن ربما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو 27 اتصال هاتفي من قادة ومسؤولي العالم، بالإضافة إلى ذلك عقد لقاءات موسعة مع مجموعة من المسؤولين في القاهرة لمناقشة سبل التهدئة وحل التصعيد الجاري والتوصل إلى أولوية قصوى للإدارة المصرية في الوقت الحالي، وهي إدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالينا الفلسطينيين. ده الشغل الشاغل في هذه اللحظات، هو دخول المساعدات الإنسانية وانتظام دخولها للشعب الفلسطيني الذي يقع تحت وطأة التجويع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكن أيضا المواقف تتباين وليست بنفس الدرجة من القوة في إيجاد الحلول على الأرض. برأيك متى سنخرج ل يعني دعنا نتحدث عن معادلة نستطيع بها التهدئة حتى اللحظة؟ لن يكون هناك حل شامل للأزمة، لأنه يعني على مدار سنوات هذا الاحتلال وهذه الممارسات الصهيونية تقع على عاتق الشعب الفلسطيني وباتجاه الشعب الفلسطيني على مدار سنوات عدة. لكن ما هي سبل التهدئة؟ ما هي الأولويات التي ستكون على الأرض؟ هناك مجموعة من العوامل الحاكمة للتصعيد الجاري تنطلق منها الإدارة المصرية في التعامل مع الموقف. ربما أهم هذه العوامل أن هذه الجولة من التصعيد، والتي قد تعد 7 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ عام 2008 وحتى الآن، تظل في حدود أنها جولة. لا يملك الطرفان القدرة على أن تظل حربا مفتوحة أو أن تظل مواجهة مفتوحة بين الطرفين، لعلم الطرفين أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للتصعيد الجاري تكلفة باهظة وضخمة لا يستطيع الطرفان تحملها. ولذلك تنطلق مصر في موقفها إلى الوصول إلى تهدئة ووقف الجولة الحالية من التصعيد عند الحدود الحالية، والتوصل بعد ذلك إلى استئناف عملية السلام والتوصل إلى مباحثات للسلام واستئناف هذه الجولات من عملية السلام وهي المتوقفة منذ سنوات طويلة. فبالتالي الجولة الحالية من جولات التصعيد تظل في حدودها أنها جولة. إسرائيل حتى الآن تعمل على أن يدفع الفلسطينيون ثمن عمليات طوفان الأقصى، تمارس عقابا جماعيا وعمليات إبادة شاملة للفلسطينيين لدفعهم إلى ترك أراضيهم وترك منازلهم واللجوء إلى منطقة جنوب غزة حسبما أعلن الاحتلال في أكثر من مرة، تمهيدا لتهجيرهم قسريا إلى ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية كما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المواقف المصرية كانت واضحة والخطوط الحمراء في هذا الصدد، وكان في تصريحات أيضا قاطعة من السيد الرئيس في المؤتمر الخاص ما بينه وما بين المستشار الألماني أولاف شولتز. كان في نوع من التوضيح إذا حدث هذا السيناريو وقبلت مصر بدخول الفلسطينيين إلى سيناء، تصفية القضية، إفراغ اتفاقية السلام من مضمونها التي أبرمت بين مصر وإسرائيل من سابق، أيضا عمليات إرهابية لن تنتهي في المنطقة ومن ثم لن يسلم أي طرف. بالفعل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة أو حتى من الضفة الغربية إلى الأردن هو مقترح قدم منذ سنوات طويلة وتم طرحه من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة ومن قبل مجموعة من الدول الغربية لتصفية القضية الفلسطينية لتصبح بذلك أرضا بلا شعب، ومن ثم تتولى إسرائيل إدارة أو أخذ هذه الأراضي لضمها بشكل كامل لتصبح دولة إسرائيل دون أي دولة فلسطينية مستقلة. ومن ثم كان الموقف المصري والموقف العربي ربما صامدا بشكل كبير للوقوف ضد هذا التهجير القسري،
تبعات هذا التهجير وربما تبعات تصفية القضية الفلسطينية لن يكون بأحد في الشرق الأوسط، منطقة الشرق الأوسط برمتها قادرا على استيعابه. حتى إسرائيل لن تستطيع تحمل تبعات تصفية القضية الفلسطينية، بالنظر إلى أن القضية الفلسطينية تظل عنصر عدم استقرار بشكل كبير جدا في منطقة الشرق الأوسط. تصفية القضية وتهجير المواطنين إلى الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى الأردن سيطرح مجموعة من التداعيات غاية في السلبية على دولة إسرائيل، في مقدمتها أن حل الدولة الواحدة الذي طرح مسبقا من جانب مجموعة من المنظرين الأمريكيين والإسرائيليين يضيف تداعيات خطيرة على الداخل الإسرائيلي، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديموغرافي. إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى مناطق أخرى ستصبح هذه المناطق منطلقا لعمليات لا يمكن أن نسميها عمليات إرهابية بالمعنى الشائع، ولكنها عمليات لاستهداف إسرائيل للانتقام مما قامت به إسرائيل بتهجير المواطنين الفلسطينيين إلى أراضي أخرى، ومن ثم ستتسع عملية عدم الاستقرار، سيتسع نطاق هذه العمليات ليشمل مجموعة كبيرة من الدول في مقدمتها مصر والأردن، ومن ثم لن تجني إسرائيل ما أو مكاسب التي حققتها من اتفاقيات السلام التي وقعتها بداية من مصر ثم الأردن ومرورا إلى الإمارات والبحرين والمغرب والسودان ومجموعة أخرى من الدول. نعم، المواقف الأمريكية وتباينها، يعني كان هناك قمة في الأردن ألغيت مع جو بايدن لكنه قام بزيارة تل أبيب، هناك الكثير من المواقف الأمريكية التي سبقت في وزير الخارجية وجولته في الشرق الأوسط، بدأت بعدم التحدث والإدانة الواضحة لكنها انتهت بالشكر والتقدير للجهود المصرية ومقدرة ومثمنة لها فيما تقوم به من جهود للتهدئة وحل الأزمة. كيف ترى هذا التباين والتذبذب في المواقف الأمريكية؟ لا يمكن التأكيد بأن هناك تذبذبا في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي يظل داعما لإسرائيل بوصفها الحليف الأهم للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم سارعت الولايات المتحدة إلى دعم إسرائيل منذ اللحظات الأولى لعملية طوفان الأقصى، أكدت في أكثر من مرة على حق إسرائيل فيما تراه الدفاع عن نفسها في مواجهة العمليات الفلسطينية وعمليات المقاومة، ولذلك سارعت الولايات المتحدة إلى تأكيد الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل بإرسال حاملات الطائرات، بإرسال مجموعة كبيرة من السفن الحربية إلى، وأعطتها الضوء الأخضر بالرد المناسب كما عبرت الولايات المتحدة في ظل بداية الأزمة. حتى الآن تدعم الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي وعمليات العسكرية الإسرائيلية، ربما الشاهد الأكبر على ذلك هو اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس مع رئيس الوزراء وحكومة الطوارئ التي شكلها بنيامين نتنياهو لإدارة عملية الحرب ضد قطاع غزة أو ضد الفصائل الفلسطينية، ومن ثم يظل الدور الأمريكي داعما. التباين الذي طرأ هو تباين أو هو تغير فيما يتعلق بالموقف الإنساني فقط، وربما هذا يضاف إلى الجهود أو إلى النجاحات المصرية التي تحققت منذ بداية العملية. استطاعت مصر أن تغير بعض المواقف الأمريكية والغربية بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بضرورة ربما الإدانة حتى ولو لم تصل إلى حد الإدانة للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة بحق المدنيين العزل والنساء والأطفال على النحو الذي ظهر الملمح الأبرز له وهو قصف المستشفى الأهلي المدني. ولذلك ربما ظهرت بعض التغيرات في المواقف الأمريكية والأوروبية، أهمها هو الانتقال الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال من تجميد الإعانات أو المساعدات الإنمائية لفلسطين بقرار ربما واجه بعض الاعتراضات في داخل الاتحاد الأوروبي على من أبرزها من إسبانيا، إلى زيادة المساعدات التي تقدم إلى قطاع غزة لنحو 75 مليون يورو. التغير طرأ كذلك في الموقف الأمريكي من الدعم المطلق ولا يزال لإسرائيل في حق الدفاع عن نفسها أو أوراق الضغط المعتادة، إلى إعلان الرئيس الأمريكي إرسال أو تخصيص 100 مليون دولار ل تخصيص المساعدات الإنسانية أو إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ولكن لا يزال حتى الآن الموقف الأمريكي على حاله بدعم إسرائيل، لا يزال الولايات المتحدة ولا تزال الدول الغربية تتبنى ما يمكن أن نسميه بازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. وربما الملمح الذي أثار استغرابا بشكل كبير فيما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس هو إعلانه أن الرئيس السيسي وافق على فتح معبر رفح، رغم أن معبر رفح هو مفتوح منذ اليوم الأول لعمليات طوفان الأقصى، لم يغلق بالفعل، ولولا القصف المستمر لإسرائيل للمعبر من الجانب الفلسطيني لكانت المساعدات التي تقف عند معبر رفح منذ 5 أو 6 أيام حتى الآن يتعذر دخولها بسبب
القصف الإسرائيلي المتواصل للمعبر من الجانب الفلسطيني لكانت دخلت منذ اليوم الأول. نعم. ولكن تتبنى الولايات المتحدة حتى الآن سياسة أو تشارك إسرائيل فيما يمكن أن نسميه بالعقاب الجماعي للفلسطينيين على مطالبتهم بحقهم في إقامة دولتهم المستقلة. نعم. المواقف الإسرائيلية الداخلية على المستوى السياسي برأيك، هل الأزمة تحمل نوع من حفظ ماء الوجه لحكومة الليكود، يعني التي تعاني من أزمات سياسية داخلية، ومن ثم نتنياهو يريد أن توق نجاة أمام مواطنين؟ إذا عدنا بالأحداث قبل طوفان الأقصى سنجد أن الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل جاء بعد نحو 5 انتخابات في أقل من عامين. الائتلاف تشكل بصعوبة كبيرة للغاية، ونجح في نهاية الأمر أن بنيامين نتنياهو أن يشكل الحكومة بمشاركة القوى أو الأحزاب الأكثر يمينية والأكثر تطرفا داخل إسرائيل، يقودها وزير الأمن القومي الحالي إتمار بن جفير، وزير المالية سموتريتش، وبذلك يحاول تلقى هذا الائتلاف الحكومي ضربة قاسمة بعملية طوفان الأقصى، زعزعت ما حاول الائتلاف تصويره منذ مجيئه في يناير 2023 بأنه يمضي قدما في المشروع الصهيوني بضم المزيد من الأراضي، ببناء المزيد من المستوطنات أو إضفاء الشرعية على بعض المستوطنات التي كانت تراها إسرائيل حتى غير قانونية، وهي بالفعل كلها مستوطنات غير قانونية وفقا للقانون الدولي. ولذلك تلقى الائتلاف الحكومي هذا ضربة كبيرة، خاصة مع وجود أكثر حتى الآن حسب الإحصاء الإسرائيلي الرسمي أكثر من 200 أسير لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وهي ورقة مهمة للغاية تمثل ضغطا على الائتلاف الحكومي داخل إسرائيل. ولذلك سعى بنيامين نتنياهو إلى أن يوسع هذا الائتلاف الحكومي ليشمل مجموعة أكبر من الأحزاب والشخصيات المؤثرة داخل إسرائيل لمحاولة لملمة شعبيته التي انهارت. لكنه ما زال في أزمة داخلية. بالفعل، رغم انضمام بعض الشخصيات المعارضة إلى الائتلاف الحكومي مثل أفيجدور ليبرمان أو حتى بيني جانس رئيس معسكر الدولة، فإن هناك أطرافا معارضة لا تزال رفضت الانضمام. تأثير عملية طوفان الأقصى إذن على السياسة الداخلية الإسرائيلية، ومن ثم من الممكن أن تشكل بعض نقاط أو خيوط لبداية الحل أو التهدئة أو المزيد من التصعيد. الأزمة الحالية داخل إسرائيل التي كشفت عنها طوفان الأقصى بوجود الأسرى، بوجود الفشل الاستخباراتي والأمني الكبير الذي شهد عليه العالم كله بأن تتحقق هذه العملية دون أدنى معلومة أو أدنى معرفة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بها، وأنها استغرقت ربما شهورا طويلة من الإعداد دون أن تعلم إسرائيل بذلك، هي نقطة مهمة في الذهنية التي تحكم الإدارة الإسرائيلية للعملية حتى الآن. تحاول إسرائيل ولا تزال أن تحقق ما تسميه صورة انتصار لها، ليحاول بنيامين نتنياهو النجاة داخل المجتمع الإسرائيلي والإفلات ربما من المسؤولية والعقاب ما بعد انتهاء هذه الجولة من التصعيد، ولذلك يحاول أن يكثف العدوان على قطاع غزة. تتوارد الأنباء عن التجهيز لعملية برية ثم العودة عن ذلك أو تأجيلها، لأنه يعلم أن تكلفة تلك العملية البرية ستكون مخيفة على الداخل الإسرائيلي فيما عدد الضحايا. ومن ثم هذه أمور مهمة في الذهنية الإسرائيلية، يحاول نتنياهو وحكومته أن يصور أنه يقوم برد مزلزل على الفلسطينيين بعد طوفان الأقصى للنجاة، ولكنه حتى الآن يفشل في تحقيق صورة الانتصار هذه. يدرك أن هل ما زالت سيناريو الخاص بالعملية البرية يلوح في الأفق؟ لا يزال هذا السيناريو قائما، ولكنه تواجهه مجموعة من التحديات أهمها التكلفة البشرية التي ستنتج عنه. ربما فصائل المقاومة أظهرت في السنوات الماضية تقدما على مستوى استهداف الأراضي الإسرائيلية من خلال صواريخ ربما بعيدة المدى جرى إطلاقها في هذه الجولة من التصعيد على مدينة صفق في الشمال الإسرائيلي على بعد أكثر من 200 كيلو من قطاع غزة، فإنها أظهرت على نفس المستوى تقدما في الإجراءات الدفاعية والتمترس داخل قطاع غزة، لربما إذا أقدمت إسرائيل على اجتياح بري ستكبدها خسائر فادحة. إذا كانت إسرائيل قد حتى الآن جندت أو استدعت أكثر من 300 ألف جندي احتياط للاستعداد لمثل هذه العملية البرية، فإن ما يؤجلها حتى الآن ورغم أنها لا تزال قائمة ومطروحة هو حسابات التكلفة والعائد.
التكلفة البشرية للقوة المهاجمة على قطاع غزة، التكلفة البشرية الناتجة عن تضرر أو تعرض الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة إلى تداعيات هذه العملية البرية، لا سيما وأن القصف الجوي قد أسفر بالفعل عن وفاة عدد من هؤلاء الأسرى ربما بلغ نحو 22 أسيرا. ومن ثم إذا أقدمت إسرائيل على هذه العملية البرية ستكون تكلفتها البشرية ربما بالمئات من الجنود